دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري ممثلا بسعادة النائب الدكتور باسم الشاب، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أهلا بكم جميعا ضيوفا ومحاضرين ومشاركين في هذا الملتقى الدولي المخصص لبحث تطوير سبل مكافحة الفساد وتعزيز التنسيق بين الهيئات الدولية والوطنية المعنية. هذا الموضوع الحساس أصبح في صدارة أولويات المجتمع الدولي بسبب ما يسببه من خسائر اقتصادية كبيرة وإفساد للتنمية ولبيئة الأعمال والاستثمار وتعطيل للمنافسة والشفافية في التعاملات والعقود. نرحب بكم جميعاً وأنتم من أصحاب الهمم العالية بمكافحة الفساد في بلدانكم بالمؤسسات الدولية، ونتمنى لكم مؤتمراً موفقاً ونتائج طيبة. مكافحة الفساد شعار يكاد لا يخلو منه أي بيان لأي من الحكومات في دول العالم. أشرت إليه بالشعار لأن مكافحة الفساد الجدية لم تجد لها سبيلاً إلى التطبيق في الكثير من الدول العالم، لا سيما النامية منها، مع عدم إغفال أن الدول المتقدمة تشهد أيضاً حالات فساد هامة وكبيرة، مثل قضية الفساد الأخيرة التي شهدتها كوريا الجنوبية. إن أبلغ دليل على تفشي الفساد هو في مبالغ الرشاوى التي تدفعها المؤسسات والأفراد، والمقدرة ب1.5 تريليون دولار سنوياً على النطاق العالمي. وتظهر دراسات البنك الدولي أن خسائر الفساد تشكل ما معدله 2% من الناتج القومي العالمي. في ذات الوقت هي تعادل حوالي 10 مرات قيمة المساعدات التي تقدم للدول النامية. وبكلام آخر، فإن معظم هذه الدول قد تستغني عن المساعدات في حال نجاحها في الحد من تنامي الفساد ومكافحته بشكل فعال. لأجل ذلك اكتسبت مسألة مكافحة الفساد أهمية متزايدة خلال السنوات الماضية، لدرجة أن البنك الدولي اعتبر الفساد تحدياً كبيراً وعائقاً أساسياً بوجه تحقيق هدفين متلازمين في خطة عمله، هما إنهاء الفقر المدقع بحدود العام 2030 ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية إلى 40% من السكان في الدول النامية. كما أن خفض نسبة الفساد هو شرط لازم لنجاح سياسات التنمية المستدامة التي تصبو إليها الكثير من الدول. في العقد الماضي أثمرت الجهود الدولية لمكافحة الفساد إلى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأنكاك في العام 2003، وكان قد سبقها اعتماد مجموعة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اتفاقية مكافحة الرشوة OECD Anti Bribery Convention. وقد وضعت الكثير من المؤسسات والمنظمات العالمية مكافحة الفساد في أعلى سلم أولوياتها وخطط عملها، ومنها مجموعة إيجمونت التي اعتمدت مكافحة الفساد كموضوع أساسي للمناقشة خلال اجتماعاتها في العام 2018. Ladies and gentlemen, it's really an honor and a great pleasure to be here today in Beirut and to participate in this very important conference on the fight against corruption. I'd like to thank the organizers and Mr. Mansour especially for inviting me to share the OECD's perspective on an issue which I believe is crucial for the well-being of people worldwide. I think we all have a commitment and a responsibility to fight corruption, and we all probably recognize the seriousness of the global phenomenon, because it's a global phenomenon, obviously. And it's known, and I think we all agree, that corruption remains a major obstacle to sustainable economic, political, and social progress for countries, and I would say at all levels of development. Not only that, but corruption also threatens security and peace worldwide. That's why at the OECD, we have been working very hard for many years to be, I believe, at the leading edge of the global fight against corruption by setting out policies,
rules to reduce the opportunities and incentives for corruption. And the cornerstone of our efforts to combat transnational corruption has been the OECD Anti-Bribery Convention, which I'll talk about in the next session. So 20 years ago, that's the age of the convention, I think we were looking, or the world was looking at corruption through a very different lens. Bribing public officials to get market or contract was seen as something, you know, necessary, like a necessary evil, to smooth economic deals, a cost, a kind of cost of doing business. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ashabu sa'adati wal ma'ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا جزيلا للجهة المنظمة لهذا المؤتمر. وفي الحقيقة لم يعد غريبا إذا قال المتحدث إن الفساد أضحى ظاهرة عالمية لا يكاد بلد على وجه الأرض ينجو منه. وليس جديدا القول إن الدول الآن تعتقد بضرورة مكافحة الفساد لما للفساد من آثار خطيرة تمس المواطن والوطن بالصميم، فهو يؤدي إلى تردي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعرقل التنمية بكافة أصنافها، ويعطل فرص الاستثمار. وأخطر ما في ظاهرة الفساد أنه يضعف ثقة المواطن بالدولة. أخطر ما لمسته من تجربتي في مكافحة الفساد أنه يفضي إلى أن يفقد المواطن ثقته بالدولة برمتها بمؤسساتها كاف، وكفى بذلك إثما مبينا. ولذلك كل الجهود تصطف الآن بلا استثناء بغية محاربة هذه الآفة الخطيرة التي تنهش في المجتمعات كافة. بيد أن الملاحظ أن كثيرا من هذه الجهود تقتصر على الجهود القولية الشعاراتية وتبتعد عن الإجراءات العملية، مع الأخذ بالاعتبار أن ثمة دولا أخرى سلكت المسلك العملي. الفساد لا يحارب بالقول أو بالشعارات ولا بالأمنيات، وإنما يحتاج إلى إرادة حقيقية صلبة لدى جميع الفرقاء السياسيين. ولا يكفي أن تكون هذه الإرادة متحصلة لطرف دون آخر. Your Excellencies, Governors, Governor, sorry, distinguished guests, thank you for the invitation to be present at this first Arab Forum for Anti-Corruption Agencies and FIUs. As chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units, I feel privileged to be among the speakers for today's conference. This conference addresses an issue that has become more and more important over the last years. And as the former speaker said, it's nothing new. But the general knowledge of the serious costs and possible disruption of society by corruption have become more evident to the relevant parties around the world. The establishment of a financial intelligence unit in every jurisdiction is based upon the recommendations of the Financial Action Task Force. The FIU holds a unique position between the public and the private sectors, because it receives suspicious transaction reports from the private sector to analyze them and to share that information with the important domains of the public sector. The Egmont Group of Financial Intelligence Units is a global operational organization that provides means to exchange information to FIUs around the world. And this is irrespective of the legal status they hold in their jurisdiction, irrespective of the place they have in the administration of their jurisdiction,
and irrespective of the type of information they receive. Because of that, every time an FIU accesses the Egmont Group network, 155 financial intelligence units can be reached, and they may add information and add value to the investigation of, in this instance, cases of corruption. Excellencies, ladies and gentlemen, I have to say it's quite humbling to be invited to take the floor with this panel of experts on corruption. I'm not an expert, but I will still try to talk about this with some authority. I'm delighted to join you today for the opening of the Arab Forum for Anti-Corruption Agencies and Financial Intelligence Unit. It is the first time in the region that these two important players, the anti-corruption agencies, ACAS and the Financial Intelligence Unit, come together at such level with more than 30 institutions from 20 countries in attendance. It's definitely a timely gathering at a time the Arab region is facing serious challenges. Amidst increasing political, economical, social and environmental risk and pressure that threatens the region, it is critical to address the corrosive impact of corruption as it exacerbates those challenges and increases vulnerabilities in societies. We know more, as we heard from the previous speaker, about the phenomenal cost of corruption. But the real cost of corruption goes well beyond the monetary value presented in those figures. The real cost of corruption is that it affects human life. What does this mean? What comes in mind is certainly the number of roads, bridges, hospitals, schools, courts, police stations, which could have been built and equipped. The number of jobs which could have been created, number of children who could have been enrolled, the number of lives that could have been saved. أصحاب الدولة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، سيداتي، سادتي. أنشئت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصر في لبنان بموجب القانون 318 في 20/4/2001، وهي هيئة مستقلة ذات طابع قضائي تتمتع بالشخصية المعنوية غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة مصرف لبنان. مهمتها تلقي الإبلاغات وطلبات المساعدة وإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال أو جرائم تمويل إرهاب واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ولم تكن جريمة الفساد آنذاك من بين الجرائم الأصلية لتبييض الأموال وفق القانون المذكور، إلا أنه بموجب القانون رقم 33 بال 2008 أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالموجب القانون 32 الصادر بذات التاريخ أعطيت هيئة التحقيق الخاصة حصرياً صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية، وذلك تطبيقاً للاتفاقيات والقوانين المرعية الإجراء المتعلقة بمكافحة الفساد، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن تعتمد بهذا الخصوص الأصول المنصوص عليها في القانون 318. وعند تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في العام 2015
تم توسيع فئات الجرائم الأصلية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح 21 جريمة تماشياً من مع معايير مجموعة العمل المالي، وقد شملت الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلع السلطة والإسراء غير المشروع، كما التهرب الضريبي وفقاً للقوانين اللبنانية. صباح الخير، شرفني دولة الرئيس سعد الحريري أني مثله في هذا المؤتمر بالفعل المميز والمهم جدا. دولة الرئيس فؤاد السنيورة، الوزيرة الصديقة عناية عز الدين، سعادة الحاكم، الأشقاء العرب، أصحاب المعالي والسيادة والسعادة، إخوتي وأخواتي الأصدقاء، الفساد في إجماع أنه الفساد مشكلة، ولذلك لن أطول في الشرح ليش مشكلة الفساد. والفساد مشكلة لا تخص فقط لبنان، تخص لبنان ودول المنطقة والعالم أجمع، والبرهان هو حضوركم هون معنا. إنما الفساد ليس شيء يحل بأمر واحد، وهو جهد يتطلب مساعدة كافة الأوصاف في المجتمع اللبناني. في كلام كثير اليوم أنه التشريع هو الأساس في مكافحة الفساد. التشريع مهم ولكنه ليس كافي. نحن بنعرف أنه كل الناس تعرف أنه الدخان بضر بالصحة، بس الناس ما وقفت الدخان لأنه بضر بالصحة.